الزمالك استأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بكأس مصر في دور 16. حدد كارتيرون قائمة الراحلين، لكنه لن يعلن عنهم في الوقت الحالي وسيؤجل الأمر لنهاية الموسم الجاري. كارتيرون رفض حصول اللاعبين على راحة نظرا لضغط المباريات وفي حيرة شديدة بسبب اللاعب الذي سيقوم بتسديد ركلات الجزاء بعد ضياع المختصين لركلات الجزاء. الزمالك سيشهد انتعاشة مادية كبيرة تصل إلى 60 مليون جنيه البداية من يوم الخميس، هي عبارة عن إيرادات من سور النادي ورعاية وأمور أخرى. استقر كارتيرون على ضم الثلاثي حمدي علاء وحسام عبد المجيد وحسام أشرف إلى معسكر الزمالك لمباراة الإسماعيلي لتعويض غياب طارق حامد ومحمد عبد الغني. اتحاد الكرة في خطاب لنادي الزمالك إلحاقا لخطابنا بتاريخ 16/5/2021 بشأن قرار إدارة المسابقات بإقامة مباراة بين الزمالك والأهلي مواليد 99 يوم الأربعاء الموافق 26/5/2021 بملعب السكة الحديد، قرر الاتحاد عدم إقامة المباراة المذكورة في الموعد المحدد. ميدو من الطبيعي أن يقاتل الزمالك في كل مباراة لآخر ثانية، وهذه ليس روح الفانيلا البيضاء كما يتردد، ولكن طبيعي هذه هي صفات الفرق الكبرى والزمالك من ضمنهم بكل تأكيد. ميدو فرجاني ساسي يقاتل في الملعب لآخر دقيقة رغم اقتراب انتهاء عقده مع النادي والظروف الحالية، وتلك المواصفات صعب تكرارها في لاعب عربي. سيؤدي الفريق مرانه الرئيسي يوم الأربعاء على ملاعب وادي دجلة بالعين السخنة. كارتيرون التغييرات التي تمت في التشكيل بسبب ضغط المباريات وسعداء بأننا نملك لاعبين في نفس المستوى مثل الظهيرين الأيمن والأيسر. كارتيرون نصل المرمى كثيرا والزمالك أكثر فريق قمت بتدريبه يصل إلى المرمى وسيتم علاج هذا الأمر، مشددا على أن الفريق ارتكب أخطاء كثيرة. الزمالك يواجه الإسماعيلي يوم الخميس بكأس مصر في دور 16.